السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. استاذن حضرتك بس صورة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آية رقم 4 بتتكلم عن إصلاح البال. فلما دخلت على النت قالوا لي إصلاح البال إن هو جزء في العقل بيهدي بيصلح العقل أو النفوس أو كده. فآخر الآية والذين قتلوا في سبيل الله في الآخرة بقى ويهديهم ويصلح بالهم. طيب زي القتل في سبيل الله الشهادة درجة الشهادة الأعظم الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. إيه المشكلة يصلح بالهم في الآخرة يعني؟ إيه المشكلة؟ الذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم. في إطلاق أحيانا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون في الجنة. نعم نعم ما سيكون في الجنة، يعني تقديم الخبر على الـ 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 السؤال هو القتل بعدها الهداية. نعم ده وارد أحد الأقوال.